امرأة أم رجل؟ تساؤلات كثيرة أثارها فيديو الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة خلال صفقة تبادل الأسرى شككت في وجود نساء مقاومات في وحدة الظل التابعة لكتائب عز الدين القسام، لكن بمعزل عن حقيقة هوية الشخصية الملثمة، ما مدى انخراط العنصر النسائي في حماس وجناحها العسكري؟ ميثاق حماس التأسيسي الصادر عام 1988 خصص مادتين لدور المرأة المهم في معركة التحرير بدعم من الشيخ أحمد ياسين، وتعزز دور المرأة أكثر بانتخاب امرأتين للمرة الأولى عام 2021 لعضوية مكتبها السياسي. الدكتورة جميلة الشنطي التي كانت إحدى أبرز الوجوه النسائية داخل حركة حماس، وانتخبت كأول قيادية في مكتبها السياسي. كنا موجودين في صنع القرار في أعلى المؤسسات الرسمية الحركية مع أعلى قرارات القيادة، لنا رأينا في كل القضايا. لكنها استشهدت في 18 من أكتوبر بعد عملية طوفان الأقصى بغارة إسرائيلية خلال الحرب على غزة، وفاطمة شراب التي التحقت بحماس فور تأسيسها وانتخبت لاحقاً لرئاسة الحركة النسائية فيها. عسكرياً، تاريخ حماس يزخر بالنساء المقاومات، لذلك ليس مستغرباً أن يكون للقسام أذرع نسائية. ريم الرياشي هي الاستشهادية الأولى في صفوف القسام، نفذت عملية فدائية عند معبر بيت حانون إيرز في العام 2004. كذلك الاستشهادية فاطمة النجار لقبت بأم الشهيدات، وجاءت عمليتها في إطار التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة شمال قطاع غزة عبر تفجير حزام ناسف وسط مجموعة من الجنود الإسرائيليين.